السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الجميع على التعاون واحتساب الأجر والفزعة، ولو أني عندي تحفظ على كلمة فزعة، لأن هذه مي فزعة، هذه واجب، واجب على كل وايلي، واجب على كل وايلي، حر أبي عاقل يبي ما عند الله سبحانه وتعالى. فوالله يا إخواني هذا واجب، والله مي فزعة، والله واجب، والله واجب. واسأل الله يعطي كل على نيته، كل على قدره، كل على محبته لربعه وجماعته وقبيلته وللمسلمين، لأن اللي ما في خير لقبيلته ولربعه وجماعته ترى ما في خير للمسلمين أبدا. والله على قول القصيم يقول: ما أبو خير لأمه وما أبو خير لخالته. الرجل اللي ما في خير لربعه وجماعته، إما بماله أو بلسانه أو فزعته أو يعني، سبحان الله العظيم. والله الكلام، أنا دائما أقول أنا أعجز عن الكلام في هذا الأمر، نعجز، والله نعجز، والله نعجز، والله نعجز. من كان عنده فايض، ومن كان عنده أمور مي بلزوم يشريها، واللي كان عنده يا أخي يوفرها ويأجلها يا أخي بعدين، ويفزع لابن عمه، كل فلينفق كل ذي سعه من سعته. ويقول الله جل وعلا: لا كلف الله نفسا الا وسعها. والله يا اخواني لا تستقلون القليل، والله القليل مع كثره الرجال وكثره الحوادث الغانمه انه يسد ابن عمكم وينفعه. وشكر، شكر للجميع، المسكين الفقير الى عفو ربه، عبد الرحمن العلوه المطرف العنزي، والله يجزاكم خير، وانتم يعنزي عيوننا اللي نشوفها، اللي نعرفه واللي ما نعرفه. والله يجعل كلامنا هذا خاصا للقبيلة وللمسلمين عامة. يا حي يا قيوم.